ننتقل معكم الآن مشاهدينا إلى أبرز عناوين وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، ماذا جاء في متنها، ومن ثم نعود. نبدأها من وكالة وفا: فلسطين تحصد جائزة الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم. أما في وكالة معا: وفود الفصائل تعود لغزة واتفاق التهدئة يبدأ بعد العيد. أما وكالة وطن: خلافات داخل وزارات الاحتلال وتخوف من استحواذ وزارة الجيش على الميزانية. وكالة سماء: تقرير الاستيطان إجراءات غير مسبوقة لتسريع عمليات تهويد القدس. عرب 48: المتابعة 19 من تموز يوما عالميا لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي. أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد انتهاء اجتماعها الاستثنائي في الناصرة عن استعدادها لتنظيم سلسلة نشاطات جديدة لإسقاط قانون القومية بعد نجاح مظاهرة تل أبيب السبت الماضي. وفي ختام اجتماعها أعلنت أن 57 سلطة محلية تجاوبت مع حاجات المظاهرة، ودعت إلى عقد جلسة للمجلس المركزي للجنة المتابعة في 6 من أيلول سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى اعتبار 19 من تموز يوما عالميا لمناهضة الأبرتايد الإسرائيلي. وفي الصحافة الإسرائيلية: إسرائيل اليوم، في مقال الكاتب يوآف ليمور تحت عنوان تجربة ليبرمان العسكرية: من الصعب أن نفهم العاصفة السياسية التي نشبت هذا الأسبوع في موضوع غزة، وكأن الحديث يدور عن اكتشاف علمي صاخب. فمنذ أشهر وعناوين الصحف تمتلئ بالمنشورات عن اتصالات بين إسرائيل وحماس غايتها إعادة الهدوء إلى منطقة الجنوب، وعلى مدى كل هذا الزمن كان واضحا أن حماس لا تريد المعركة ولكنها قد تنجر إليها إذا لم تنجح في أن تحقق بشرى إنسانية ما لسكان القطاع. إسرائيل هي الأخرى لم ترغب في المعركة، وأضاف: لا أساس للادعاءات بأن حماس انتصرت، فالوضع في غزة أسوأ مليون ضعف مما في إسرائيل، كما أنه لا أساس للادعاءات بأن حماس ستتسلح الآن وستصبح تهديدا استراتيجيا، فقدرتها كانت وستبقى محدودة، وهي بالتأكيد لا تقف في أي توازن مقابل قدرات الجيش الإسرائيلي. وفي واينت: إغلاق بعض شوارع في تل أبيب بسبب مظاهرات لمستوطني غلاف غزة يحملون لافتات اليوم نحن ضيوفكم لكن غدا سنقيم هنا هربا من صواريخ غزة. موقع والله: تهدئة ناقصة، حماس تعتمد على وقف إطلاق النار ولكنها تواصل التظاهرات عند الجدار. وفي معريف: قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 4 مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية. وفصل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعده بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تقريره شدد غوتيريش على أن تنفيذ كل من المقترحات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.